ثلاثة نحطوا في ساشين كوبير، أنا ورحمة وليا الفرحة. قام سعد البوبيل والله العظيم قام سعد. ايدي بيدي كان يشوف شعري. ايدي بيدي بنينة. هاي وصلنا. سالو شنحوالكم؟ هاي ستي تاع دخلت للكوجينة باش نطيب حلالم خلود. اليوم شقا الفطر عند خلود رحمة من غاديكا باش تعمل فريزيي بالريبلات والجو، وانا توا باش نطيب الحلالم باش نعملو بالفرويد مال. عطا نوريكم الريسيت عملته مرة جيني بنين 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 الفطر. انا توا باش نعاود معكم، اما الفيت عملته بالقطار فنرجع يظهرلي ما هبطهولكم مش وقتها ستوري، فنرجع في الشيف كي نقيتو نحطهولكم على يلا. وهذوما لي زانغريديون تاعي، هوني حطيت كروفيت قرنيت وشويبي بصل وثوم. بصل اللي راهو صغرونا معناتها كعبة صغيرة، وهوني مغرفة صغيرة ثوم، وهوني كعبتين طماطم قصقصتهم، وما عنديش فلفل أخضر، عملت هذايا الفلفل الكبير قصيت كعبة، وهذوما الفاحات بيان سور. أول حاجة نبداو بها نصبو الزيت، بعد ما سخن الزيت شوية باش نحطو كعبات الفلفل باش نحط الثوم والبصل بيان سور، نحطهم مع بعضو نخليهم مغربة. بعد ما تقلى شوية البصل باش نزيد كعبتين الطماطم اللي قصقصتهم نخليهم يتقلاو، باش نزيدو توا عليهم الفرويد مال الكروفيت والقرنيت بيانسور الشويبي. هاي سيدي هي الكروفيت والشويبي والقرنيت سبقو حمار وتقلاو مع البصل والثوم، وتوا باش نحطو الفاحات مغرفة كبيرة فلفل مغرفة وكركم وبيانسور الملح باقي ميكلوش برشا مالح، مغرفة مكومة طماطم الريحة البنينة طلعت. بعد ما تقلى شوية عملت طنجرة هكا فيها الناس، ونبدأ نحط بشوية بشوية الماء ونخلط. نحكي لكم شعر الريحة ونوجكم ونشهيكم، شوفوا لونها ما بانو احمر يعمل الكيف. هاي سيدي سيبا بعد ما تقلى باش نهزو الجرينات نتاع الفلفل نحيوهم. توا جيتكم باش نحلم الحلالم. خديت عجنة خبز من الكوشة باش ما نقعدش نحلم، نعجن نكعبروها هذيك العجينة كعبورات صغيرات ونحطوهم هكا. وكان ما عندكمش بابيي هذيه تحطوا في طبق الفور ولا في صحن ولا في اللي تحبوا انتوما، وتزيدوها الفرينه باش الكعبر نتاعكم ما يلصقوش ولا، وتعملوهم جويد هكا باش يطيبوا لكم من بعد فيسا جوست قبل الاذان. رشوها بنصيف ساعه هكا 35 مينوت ويطيبوا لكم، تعملوهمش كبار. وحاجه اخرى تعملوها اللي هي تشدوا صحفه كيما هكا حطوا فيها شوية عجين شطر هذي هكا، ريتوها قد حفنة اليد، وتحطوها في البول هذي وتزيدوا عليها ماء سخون وتخليوها هكيكا. هاي دوري وقعدانك واش تصوري يا حنا دوري، هاي دوري وقعدانك واش تصوري يا حنا دوري، هاي دوري وقعدانك واش تصوري يا حنا دوري دوري بحزامك. يا لله على البنت الحاثقين شاهد شره الفريزي، ان شاء الله تطلع بنينه برا. قصصت الفريزي عندها ساعه يظهر لي تعمل فيها، تستنى في الكريمه حتى تبرد عاد نشوفه.
هي الحق الحق الريحة طالعة معناها. هاي يعطيك الصحة يا للا، صحيتك رينج لايت والشو. ريتوها البات اللي قلت لكم خليوها في الماء سخونة هيك، لازمها تذوب هكا، ومن بعد نقول لكم شنو باش نعملوا به التختوخ هذا. وهذوكم الكعابر متاعي. اي تختوخ ما عجبتكش؟ ما عرفتش تختوخ جماعه يعرفوها. اي سيدي تذكروا هيك الطرف اللي خليناه في الماء، اي مش باش نعملوا به، باش نشدوا الصفريه. بسم الله الرحمن الرحيم، نصبوا هكا بشويه بشويه وتخلطوا، يعطي بنا للحليلة مش نرمى. باش نحط الحليمات نتاعي انا وكم، هاي سيدي ياهو الحليلم نتاعي طاب. شره نحكي لكم شعر الريحة. يا خلود حضرت لنا الطاولة، عملت شربة وبريكة والكسكسي. رجعنا خنصورو بالوهرة وبالكار. بنينة شربت خلودة، أما أبا شربتي ولا حليلة؟ زوزو يشرب بنينة والله. جبت ماتريالي باش نصور الفرست بتيك، عادت لنا كريمه الخالب يا سيدي حب الصحه شريفك، وتوا ماشي الفرست بتيك على الماتريال. جبت الرينج لايت وتستنى فيكم سيفت الكوليكسيون من وراء الخيال. صحه شريفتك.